مرة تانية أهلا بحضراتكم. بالأمس استبشرنا خير بالجبهة الوطنية المصرية، وكل ما قابل حد من أعضاء الجبهة يقول لي لا المرة دي استبشر خير. كان سؤال الرئيس بالأمس إيه الجديد؟ طلعت العديد من الرايات، ما الاختلاف في هذه المرة؟ بيساعدني أتمنى أن امبارح نكون قدرنا نقدم إجابات واستكمالا لهذه اللحظة اللي بنتمنى أن هي إن شاء الله لو ربنا يعني طرح فيها البركة كده ونفخ فيها من عنده انها تكون بدايه جسر باذن الله لعدل كفتي الميزان. بدعوكم للترحيب بالدكتور طارق الزمر. حقيقه مش هتكلم، احنا عاملين عنه انفجراف يقول حاجات كتيره. دكتور طارق منور للاستديو، سعيد جدا انك تكون معايا لاول مره في استديو البرنامج. انا اسعد والله، كنت اتمنى اللقاء ده يكون من زمان، لكن الحمد لله جه في ظروف طيبه وظروف تبث الامل لكثير من المصريين والثوار في مصر بشكل عام. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور طارق الزمر في سطور قليله ولا نزكي على الله احد. طارق ابراهيم الزمر من مواليد 15 مايو عام 1959 بناهيه بمحافظه الجيزه، قيادي بالجماعه الاسلاميه والرئيس السابق لحزب البناء والتنميه، امضى في السجون المصريه اكثر من 29 عام، حصل على درجه الدكتوراه في القانون الدستوري كاول سجين سياسي ينال هذه الدرجه وبتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف، حصل على دبلومات الدراسات العليا في مجالات القانون العام والشريعه الاسلاميه والقانون الدولي والعلاقات الدوليه. ساهم في تأسيس حزب البناء والتنمية وانتخب كأول رئيس للحزب في يونيو 2013، طالته الملاحقات الأمنية بعد انقلاب يوليو وهو ما اضطره لمغادرة البلاد. اليوم نحن ندشن الجبهة الوطنية المصرية، لنادي الجميع أن يقفوا معنا صفا واحدا. شارك في تأسيس الجبهة الوطنية المصرية كمظلة وطنية جامعة لإسقاط الانقلاب. الجبهة الوطنية المصرية كمظلة جامعة بإذن الله، بإذن الله لإسقاط هذا الانقلاب. دكتور طارق، برضو يظل السؤال الأهم واللي الناس كلها عايزة تسمعه بعد دخلين هو 4 سنين، الجديد؟ لماذا الجبهة الوطنية المصرية تشعركم بهذا التفاؤل، ولماذا ترونها هذه المرة شيئا مختلفا عن سابقتها، مع كل احترام للتجارب السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أرحب بحضرتك وأحييك على مجهودك العظيم ونضالك ومواجهتك لكثير من قضايا الفساد والظلم في مصر، وحتى طالك الظلم يعني وصل إليك في قناتك يعني. وأتمنى أن يكلل هذا الجهد وجهود كل إخواننا وزملائنا بالنجاح، وهذا أمل كبير، لأن أنا عندي أمل أن ثورة 25 يناير ليست ثورة طبيعية ولا تقليدية. ولو كانت ثورة طبيعية أو انتفاضة عادية ما كانش استمر وجود أنا وإنت لحد دلوقتي بندافع عنها وبنقول لابد من استكمالها. هذا الشعور الجارف لدى الكثير من المصريين وليس الثوار فقط يؤكد أن هذه الثورة هزت الوجدان والضمير المصري بشكل لم يحدث من قبل. مش لم يحدث من قبل على مدى 50-60 سنة، لا، على مدى 7000 سنة لم يحدث أن خرج الشعب المصري بكامله يرفض الظلم ويرفض الاستبداد ويقول لابد أن يسقط الفرعون. على طول القرون الشعب المصري بيعبد الفرعون وبيسجد للفرعون، لا، وقف هذه المرة أمام الفرعون وقال له لا، لابد أن تمشي ولابد أن ترحل، حتى رحل. هذه اللحظة لا يمكن أن تكون لحظة عابرة في يعني مختلفة حتى يا دكتور عن ثورة عرابي، عن ثورة 19، عن كل اللحظات دي. من كل هذه الثورات بالنسبة لثورة 25 يناير تعتبر ثورات جزئية وحالات انتفاضات وغضبات غير مكتملة الأركان، ولم تصل إلى هذا العمق الشعبي في القرى وفي النجوع وفي الميادين وفي المدارس. وشفنا الأطفال بتخرج بتصور في هذه الأيام تقول مبارك ارحل ارحل ارحل. هذه الحالة لا يمكن أن تمر دون أن تحرك الوجدان والعقل المصري لكيفية استكمالها. العنف اللي بيحصل النهاردة في, 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 في مصر والقمع المتزايد والعسكرة والسجون والمعتقلات والتعذيب، كل هذا يؤكد أن هذه الثورة لا تزال قوية ولا تزال عافية، وإلا ما الذي يستدعي استخدام القوى الدولية والإقليمية واستخدام كل هذه المؤامرات في مواجهة الشعب المصري؟ محاولة تركيع الشعب المصري حتى هذه اللحظة لم تنجح، ولو نجحت كان انتهى الوضع وسكتنا على كده ويفرج عن المعتقلين. هيعملوا المعتقلين
اللي بره يرجع ما هتعملوا ايه؟ خلاص الموضوع انتهى. كان رجعت الكرة بجمهور. كانت الكرة رجعت. كانت الكرة رجعت. ده الكرة اهم. هي اهم حاجة عنده. اهم ادواتهم. اه بالظبط. مش قادر يرجع الكرة. كل ده بيؤكد ان لا تزال هذه الثورة حية والقدرة على استكمال واردة. لكن الخلل اين؟ الخلل فينا. لازم نعترف بهذا. الخلل فينا مش كمصريين، لا، كقيادات وكنخبة مصرية. الشعب المصري قدم ما عليه، وانا الوم على كل من يحتم الشعب المصري. الشعب المصري يعني سلم القيادات والنخب المصرية بكل تراتها ثورة فاتية عافية قادرة مش على تغيير مصر مرة واحدة، على تغيير النظم الفاسدة في مصر 20-30 مرة. لكن نحن فشلنا في استثمار هذه الثورة وفي استكمالها. كان لابد أول نجاح الثورة لازم يكون في مشروع لاستكمال هذه الثورة. هذا المشروع لم يوجد. لابد يكون في صورة من صورة بناء جبهة وطنية تشمل كل القوى السياسية لإدارة مرحلة انتقالية إلى أن تسلم الثورة لرئيس منتخب بعد ذلك، بعد أن تستقر الأوضاع ويتم مطاردة الفاسدين وإنهاء أوضاع الدولة العميقة ويتم انتخابات، يتم من خلال تسليم الدولة لرئيس منتخب. لكننا فشلنا في هذه الإدارة. وبعد كده من لوم على الشعب، لا، الشعب لم يخطئ، الشعب قام بما عليه ولا زال ينتظر أن تكون هناك قيادة. والقيادة مش مقصود بها شخص، قيادة يعني مشروع ورؤية ومظلة جامعة تقول أن هناك خطة جديدة لإنقاذ مصر. في هذه اللحظة ستجد الشعب المصري مرة أخرى يعود كما كان في 25 يناير وربما أقوى من 25 يناير. يعني الجديد بقى كما قبل ما نخش فيها يعني حضرتك دلوقتي يا دكتور طارق قلت ملمح نقطة لطيفة جدا مهما كانت صعبة، يعني اللي هو انه حتى من جوانا اتحربت من الاول تجميعة الناس. يعني لما كان يتقال مثلا يتعمل لجنة تدير الثورة تدير بتاع، كان في ناس بتحارب ده. لما يتعمل مجلس معرفش ايه كان في ناس بتحارب ده. عايز تقول انكم من النهاردة او امبارح يعني تحديدا اعلنتوا عن اول لبنة لتجمع بجد، مش 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 لقطة. انا رأيي ان النجاح المرة دي مش مجرد في تنوع الشخصيات، لا، في استعداد هذه الجبهة من خلال مشروعها اللي بتجهزه بقالها من حوالي 3 سنين للتعامل مع كل المشكلات ومع كل الأطراف والانفتاح على كل الناس، واعتبار أن هذه الجبهة هي آلية لإدارة الخلاف وليس لقمع المختلفين. لا، كلنا لابد أن نجلس مع بعض ونتفاهم بكل كياناتنا، بكل أطيافنا، بكل فئاتنا، بكل خلافاتنا. ما فيش حاجة اسمها أصل فلان شارك في 36 أو أن فلان أخطأ فيها وشتمني أو أن فلان حرض على الرئيس. كل هؤلاء تحتملهم ظروف الفتنة السياسية التي كانت تمر بها مصر، وفي تصور للتعامل مع هذه الخلافات وهذه الأخطاء في مراحل تالية. إنما أي أحاسب دلوقتي يبقى لن نجتمع. في حاجة اسمها مرحلة انتقالية في مراحل تالية، سيقال فلان أخطأ في كذا وفلان أخطأ في كذا وتقدير هذا الخطأ كذا وكذا وكذا، دي مراحل تالية. إنما لو تحاسبنا دلوقتي سنمزق الساحة السياسية والثورية والوطنية وسنقسم المجتمع أكثر ما هو منقسم ولن يستفيد سوى الاستبداد. رأيي أن الجديد هذه المرة هو التعاطي المرن والروح السامحة والقدرة على التصالح مع المختلفين ومع الأخطاء والدعوة الواسعة المفتوحة بلا قيود ولا شروط ولا استثناء ولا إقصاء. والجميع يجب أن يعلم أنه الآيات دي كاملة بلا استثناء فعلا، بلا إقصاء فعلا، بلا استثناء. ولما نجلس نحدد أن هذا المشروع لن يستثني احدا من يعني ما اقدرش. سامحني، 3 سنين بتتكلم عن 3 سنين. بتكلم في الاول طبعا، لان في الاول الامور كانت صعبه. وخلي بالك حكايه 3 سنين او السنتين دي كانت بالنسبه لي مفاجاه. يعني لما امبارح حتى باشمهندس اسامه سليمان قال لي كده لقيتها فتره طويله جدا. ما اقدرش حد مثلا قال لك لا انا لو معتز قاعد على الترابيزه دي انا مش هقعد، ده ما حطش ايده في الاواخر يعني. يعني خلاص نسيتوا ان الجمله دي ما بقتش موجوده. والله لو قال حد كده ده رايي الشخصي، انما فكره الجبهه مش قايمه على كده. واحنا بندعو لهذا منذ سنوات، لدرجه ان بعض الناس هاجموا هذه الفكره. ازاي هتقعد مع فلان وازاي هتقعد مع طب ما فلان ممكن مش عايز يقعد معايا، ما نفس القضيه، هو مش عايز يقعد معايا وانا مش عايز اقعد معاه، ويفضل السيسي جالس على الكرسي وقاعد على انفاسنا جميعا ولن تنتهي المشكله ولن تحل. ونحن بنسلم شعب مصر وبنسلم اهم دوله في المنطقه للاستبداد والاستعمار من وراءه، لان اداره مصر كما تعلم يعني مركز رئيسي من مراكز السيطره في المنطقه، ولن يتركونها ابدا الا لرجل منهم. ده بالتاكيد. امتى الشعب يحكم؟ اذا اجتمعت قواه السياسيه الحيه واستطاعت ان تجمع او تجري مصالحه مجتمعيه جيده بعد التمزيق والتقسيم الذي حدث في مصر الان، وتم توجيه
الحركة في إطار مشروع كامل لتخليص مصر مما جرى ويجري ويتصور أن يكون أسوأ منه لو لم تنقذ في هذه الحالة. التصور الرئيسي أن فكرة الجبهة والاصطفاف الوطني تقوم على تخليص مصر الآن من أهم وأخطر عيبين وهم يعتبروا ساق النظام الحالي في أرض مصر. ساق الاستبداد. الساق الأولي هي تمزيق الساحة السياسية والثورية، والساق الثانية هي تقسيم المجتمع. دول رجلين غرزهم في الأرض، ولن يتم اقتلاع أو تغيير هذا النظام إلا بعد أن يتم اقتلاع هذين الساقين. تمزيق الساحة السياسية والثورية يتم عن طريق بناء جبهة أو مظلة سياسية تجمع كل القوى السياسية بلا استثناء. ما يتقالش أصل اليساري مش عارف إيه أو الإسلامي برا، لا، كل هذه القوى السياسية قوى مصرية وطنية يجب أن تتشارك في إنقاذ مصر وفي إدارة المراحل التالية وخاصة المرحلة الانتقالية. تقسيم المجتمع أحد أدوات بقاء النظام حتى هذه اللحظة، وتقسيمه عشان كده هو من اللحظة الأولى لك إحنا شعب وأنتوا شعب، هو فاهم بيعمل إيه. ما دي مش غلطة، دي إدارة مخابراتية لدولة عميقة بيقول لك لازم نقسم المجتمع عشان يبقى النظام قائما. نفس أفكار الاستعمار سلمها للاستبداد، ومن خلال هذه الإدارة بيتم بقاء النظام. وعلى طول نرجع للقرآن، إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعة. التقسيم المجتمع هو صورة من صور. طب خلينا في التقسيم السياسي دكتور طارق. امبارح برضو عرفت ان في اطياف كتيره، يعني حد قال لي في كيانات، في احزاب، في اشخاص من داخل مصر. باشمهندس اسامه سليمان، وطبعا قال لي مش كل اسامي انت فاهم القصه انه يعلن عنه، ولكن هل زالت، عشان نتكلم الكلام اللي بجد، هل زالت عقبه اللي دايما كان داخل دايما يحط غطاء عشان يقدر يعيش في مصر، يقول لك ايه؟ يقول لك احنا كل حاجه وتمام وكل حاجه، بس انا ما احطش ايدي في ايدي الاخوان عشان حتى لو من باب التقية السياسية عشان يحمي نفسه من النظام. هي دي كانت أكثر مظهر من مظاهر الانقسام، حكاية الإخوان. في مظاهر أخرى للانقسام، أيوة، بس حكاية إيه؟ ما عودش مع الإخوان والإخوان عملوا سوء، دي ودي كانت قضية النظام. عشان كده أنا بقول إن رأيي في إن هزيمة هذا النظام تقتضي أولا أن نخرج من الثنائيات القاتلة للثورة المصرية. وأهم هذه الثنائيات أن المعركة هي بين العسكر والإخوان. لا، المعركة ليست بين العسكر والإخوان، ودي مش خريطة إخوان، دي خريطة العسكر. النظام هو فرض هذه الخريطة ونجح في استغلال بعض القوى التي اقتنعت بهذه القضية، وبعض القوى الشعبية أيضا تم تغريرها في هذا الإطار، إن احنا في معركة مع الإخوان ويجب أن نقف جميعا في مواجهة الإخوان. هذه الخريطة أو هذه الثنائية، ثنائية العسكر والإخوان، استفاد منها النظام بقوة. كيف نخرج منها؟ برضه هتبقى فكرة الجبهة الوطنية. الجبهة الوطنية أحد أهدافها الرئيسية من وجهة نظري هو الخروج من هذه الثنائية القاتلة ونفرض خريطة أخرى، هي المعركة بين الشعب المصري وبين الاستبداد، بين القوى للتحرر وبين الدكتاتورية المستأسدة في مصر. هذا الأمر في رأيي بقى نسمع مؤشرات طيبة له في الأيام الأخيرة. بيتقال بلا استثناء الجميع مدعو دعوة الكريم الأستاذ السفير معصوم مرزوق، دعوة مهمة جدا وصياغات محترفة وواعية وتحس فيها بالضمير الوطني، هي ما تشعر أنه لا إقصاء. ده أنا بدو كل القوة، ده أنا طموحي أن تكون الجبهة الوطنية أوسع من هذا بكثير. أنا مثلا تصوري أن هناك بعض القوى الشبابية موجودة في الجبهة، لكن بعض القوى الشبابية غائبة، هذا عنصر مهم جدا لابد أن نسعى إليه وأن نتواصل معه. بعض القوى الثورية المسيحية مش موجودة، لابد أن نتواصل معها ونحضرها. بعض القوى القومية لابد أن تحضر الأطياف، وبعض القوى الإسلامية أيضا. الكثير من التيارات يجب أن تدعى بقوة وأن تكون دعوة في إطار أننا مفتوحين منفتحين للجميع، الدعوة للجميع بلا استثناء، والجميع على قدم مساواة، لا محاصصة، لا يقال التنظيم ده 100,000 والتنظيم ده 10، لا، القوى السياسية كلها يجب أن تجلس على قدم المساواة فيما يجب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يتشاركوا في تصور مستقبل البلاد. هذا التصور يجب أن ينقسم على مرحلتين، وهذه يعني من الأمور الأساسية، ولكن احنا في مصر مش عارف في ادارتنا للامور في تعثر شويه. عايز اقول من الامور البديهيه يعني مستغرب انها ما تكونش معموله. يعني تصور اداره هذه المرحله لن تدار الا بالتشارك، مرحله مواجهه هذه الكارثه السياسيه الاستراتيجيه الامنيه التي تعيشها مصر.
هل لها رؤية؟ لازم يكون لها رؤية وخطة. الخطة في رأيي في تصوري أنها موجودة، لكن لابد من التوافق حولها ووضع اللمسات للجميع. المرحلة التالية مرحلة ما بعد هذا النظام، لازم تكون برضو موجودة. ما ينفعش يتقال إحنا والله هنزيل هذا النظام وبعدين، ده أنا رأيي زيل هذا النظام كارثة أخرى. هي لو لم يكن لك تصور آخر. أنا كنت لسه مجهز السؤال اللي جاي، اللي هو هل الناس تبقى نزعل منها لما تيجي تقول لنا طيب أنت عايزني أسقط النظام، أخرج عشان أسقط النظام، وماذا بعد؟ من غير ما اقدم له خريطه شافيه يبقى فاهم تماما. يعني انت بتقول له اخرج من تحت المظله دي مهما كانت المظله دي سيئه، من غير ما تحدد له المظله، من غير ما ترسم له الحكايه، تسيب له مفتوحه وتقول وتلوم عليه. هل من الشعب ممكن نلوم عليه؟ السياسي عايز منك تصور تفصيلي لتصور مرحله انتقاليه وما بعد الانتقاليه، فكره بناء الدوله كلها لازم. الشعب عايز حلم بتحركوا فيه، قل له تعالى احلم معايا بغد افضل، في ملامح عداله اجتماعيه، في 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 عداله انتقاليه، في تصور لكذا وكذا وكذا، في حقوقك في موضوع كذا وكذا وكذا. احنا لدينا في مصر يعني امال كبيره جدا في بناء دوله كبرى وليس دوله صغرى. مصر دوله غنيه وليست فقيره كما يقولون. صحيح. ده مش عايز اقول احنا اللي بنقول ده، اشتن نفسها عرابه الانقلاب وحليفة نظام مبارك. بعد الانقلاب قالت نظام مبارك، بعد سقوط نظام مبارك اعترفت بأن نظام مبارك نزح 15 مليار 5000 مليار دولار من ثروات مصر في 15 سنة الأخيرة، وقالت بصراحة هذه الأموال كانت تكفي يعني عيش الشعب المصري كأغنى شعوب العالم وليس كأفقر شعوب العالم كما هو الآن، وكما يحافظ الوضع الحالي على بقاء هذا الشعب فقيرا. الشعب المصري يجب أن يعلم أنه شعب غني وشعب قوي وشعب له مكانة وكرامة. المصريين اللي خرجوا برا في ظل المطاردة الأمنية حسوا أن الشعب المصري شعب معرض لظلم ومهانة غير موجودة في أي مكان في العالم. في ناس خرجت ما كانتش شافت الدنيا. بالظبط، اللي خرج بره شاف أن الشعب المصري متعرض لمهانة كبيرة على مدى العقود الكثيرة. هذه المهانة يجب أن ترفع على الشعب المصري. إمكانية تحقيق حلم الشعب المصري في الحياة الحرة الكريمة التي نادت بها شعارات ثورة يناير والتي غازلت وجدان المصريين وخرجوا بالملايين يؤيدونها، هذا الحلم قائم وقادر على التحقيق. يجب أن تقول النخبة هذا للشعب المصري، والإمكانيات والموارد محصورة ومحسوبة. شعب غني حقيقي وليس شعب فقير كما يقول النظام الحالي الذي يكرس استنزاف الثروات ولم يفكر حتى الآن في استرداد الأموال المنهوبة في خارج مصر. اتساع الرقعة اللي حضرتك بتتمناها وأكيد بنتمناها جميعا كمصريين للجبهة الوطنية المصرية بيستلزم إجابات على الأسئلة. يعني كل ما هتجاوب على أسئلة من الأسئلة الامتحان المطروح اللي بتطرحه الأمة دلوقتي، كل ما هتزداد الرقعة. دولة مدنية ولا دولة دينية؟ دي مهم جدا. عايز تزود، نتكلم بالشفافية، عايز تزود رقعة. طبعا في مسيحيين كتير في الجبهة وده شيء رائع وهو أساسي، لكن انت عايز تزود رقعة المسيحيين المؤمنين بالجبهة الوطنية المصرية، لازم تقول له دي دولة مدنية ولا دينية. ناس ليبراليين او علمانيين متخوفين من الدولة دي، لازم تقول له الإجابة إيه. وأشكلة وأسئلة على هذه الشاكلة. محضرين طبعا. ده عايز أقول لحضرتك إن ما فيش مشروع يقدر ينقذ مصر الآن غير بالتصورين، تصور للتعامل مع الكارثة السياسية دي وتصور لمرحلة بناء الدولة. أنا سمعت من بعض الليبراليين العقلاء وهو يقول لي بصراحة، يقول نحن لا نخشى من حكم الإسلاميين، لكن بشرط أن نتفق أولا على أساسيات بناء الدولة، نبني الدولة معا. أنا أعتبر ده كلام عاقل جدا ومعقول، ومؤسساتها وكيفية الوصول فيها للسلطة، ثم بعد كده نتركها للتنافس. إنما أتنافس في قبل أن أبني الدولة، ثم خلاص بسلمها للأغلبية. صحيح. وهذا كلام معقول، وأنا كإسلامي بعتبره كلام منصف. صحيح. نبني الدولة بالتشارك وآلية الوصول للحكم فيها، ثم يترك بعد ذلك الحكم للشعب. الأغلبية الإسلاميين يحكم الإسلاميين، الأغلبية لليسار يحكم اليسار، الأغلبية الليبراليين يحكم الليبراليين. هذا كلام منطقي. فكرة المرحلة الانتقالية في رأيي أساسيات أي مشروع يتصور لبناء جبهة واسعة، بحيث تقول له والله أنا مش بستخدمك مرحلة عشان أسقط النظام وأقول لك مع السلامة سيبني سيبني الانتخابات، رغم أنه أقول سيبني الانتخابات، والانتخابات دي مسألة محايدة. لا، دي مش محايدة في هذه الحال، لأنه معروف مين اللي هيكسب في الانتخابات، فينا
لو تم إقصاء هذا النظام. فقول لا، تعالى بعد ما نغير هذه الأوضاع نلجأ إلى بناء دولة بالتشارك وفق مرحلة انتقالية يتم تسليمها بعد هذا للشعب عن طريق الانتخابات، يحكم فيها من يريد بالأغلبية، بس أكون حطيت آليات لأن الذي سيفوز في الانتخابات هو الذي سيحكم، ومنعت بشكل جازم وحاسم إمكانية عودة الاستبداد مرة أخرى. الناس كتيرة كانت بتتساءل بالأمس إزاي تشارك، وبتسأل إيه أشارك إزاي أخش إزاي، وقلنا لكم على الصفحة وبتاع، بيقولوا لي دلوقتي إن جاهزة اللينك بتاع صفحة المشاركة. لو تشرح لنا، لو عندك فكرة دكتور طارق، الناس تعمل إيه؟ ده المشاركة، اللينك بقى عنوان اللينك يا جماعة يكون مكتوب، يعمل إيه؟ يدوس على النموذج، ده يدوس على النموذج الجبهة الوطنية المصرية تحت التأسيس، الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد تقريبا اللي عليها علامة، دي الحاجات الأساسية صح؟ آه نعم. اللي هي مش ممكن يتجمع الثلاثي وتاريخ الميلاد والنوع، المدينة اختياري. آه نعم. المحافظة أساسي، ازاي تبقى المدينة اختياري والمحافظة أساسي؟ البريد الإلكتروني أساسي. المهنة والتخصص اختياري وغير ضروري، التوقيع فقط إذا رغبت. تحدث معنا كيف يمكن المساهمة معنا في الجبهة من خلال شخصيتك أو من خلال ما تستطيع عمل والمساهمة به، اختياري وغير ضروري، التوقيع فقط في حالة إذا رغبت وتوقع في النهاية. دي شركة أكيد. السؤال اللي بيتبادر للذهن، الموقع ده يعني آمن؟ أنت عارف الاختراقات. نعم، دي مهم جدا. نعم، هو طبعا انا اتوقع طبعا ان هذا النموذج سيلقى قبول كبير، لان في تصوري ان مشروع الجبهه لاقى يعني لمس كثير من الشغف الموجود لدى الشارع المصري، وخاصه القوه الشبابيه والحيه، واتوقع ورغم القيود الامنيه الموضوعه على هذا النموذج الا ان اتصور انه سيلقى قبولا كبيرا، وسيكون مؤشر لامكانيه انطلاق هذه الجبهه بقوه منذ ولادتها. التواصل مع الجمهور والشعب في رايي مهم جدا، لا يقل اهميه عن التواصل مع القوى السياسيه، وكل القوى السياسيه يجب ان تكون نموذج يقدم التنازل والتواضع وإيثار المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية، ويسعى لتقديم لحمة وطنية تكون مؤشر لاجتماع المجتمع كله والشعب المصري كله الذي في أشد الحاجة لمن ينتشله من هذه الخصومات التي يضعها النظام بين هذا وذاك، بين مسيحي ومسلم، بين سيساوي وبورساوي، بين كثير من الثنائيات الموجودة في المجتمع والتي يحرص الإعلام النظام على تكريسها وتقويتها وتعميقها حتى يبقى ويستقر. الدعوة للتوحد والاصطفاف في رأيي ستلقى حينما تكون صادقة، ستلقى عند الشعب المصري قبولا كبيرا، لانها لم يعد هناك غيرها لانقاذ هذا البلد. انا بتصور ان مشروع الجبهه الوطنيه الذي يجمع الجميع بلا استثناء وبلا شروط هو المشروع الوحيد القادر على انتشال مصر، ويجب ان نسعى اليه جميعا بكل قوانا السياسيه، وخاصه القوى حتى اللي ترى المشروع ده غير جاد، تعالوا غير جاد او غير مثبت، تعالوا نتناقش اذا كان هناك مشروع اخر ممكن أن نلتزم به، ممكن أن نعمل من خلاله. لكن تصورنا أن المشروع الجامع الأوسع الذي يخاطب كل القوى وكل التيارات وكل الشرائح المجتمعية هو الذي يمكن أن ينقذ مصر في هذه الحالة، لأن المشروع الآخر المتحكم الآن يعمل على تمزيق كل القوى السياسية وتقسيم المجتمع أيضا. من الحاجات أكيد اللي وقفت واتكلمنا فيها برضو امبارح، مهم جدا أن أنا استعرضها مع حضرتك، أكيد من النقط الفاصلة واللي كانت سبب في عدم تجمع الناس الفترة اللي فاتت، البعض عن اقتناع والبعض عن مزايدات، اللي هو أول رئيس شرعي لهذه البلاد دكتور محمد مرسي. قبل ما اسمع منك الإجابة خلينا نشوف تقرير عملته الواشنطن بوست، وتحديدا الكاتب نيل كيتشلي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضة على تظاهرات 30 يونيو في محاولة لتسريع وصولهم إلى الحكومة بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
مقال الكاتب نيل كيتشلي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. منذ 4 سنوات ظهر السيسي على الشاشة مؤكدا تعليق العمل بالدستور والإطاحة بأول رئيس مصري منتخب. قبلها بأيام نزل الملايين في الشوارع مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وفقا لبحوث تجريبية يمكن للجهات الفاعلة القوية في الدولة تسهيل الاحتجاجات الجماعية وتنظيمها لتحقيق أهدافهم الخاصة. صور هذا الحراك على أنه حركة تمرد التي أدت إلى تظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاط مرسي. بعدها بقليل ظهر دور وزارة الداخلية والجيش في تحفيز هذا الحراك. تسريبات مسجلة أظهرت أن قيادة التمرد كانت تسحب أموالا من حسابات يملكه جنرالات الجيش المصري وتجدده الإمارات. في مقابلات مع مسؤولين بوزارة الداخلية وأعضاء سابقين في تمرد ركزوا على دور جهاز الأمن في إثارة احتجاجات الشارع ضد حكومة مرسي. أكتوبر 2013 هاجم نشطاء علمانيون وثوريون مؤسسا للحركة واعتبروه فردا أمنيا. موجة العنف التي زعزعت استقرار حكم مرسي سهلت في وصول العسكري إلى الحكم. التقاعس المتعمد من رجال الأمن سمت شائعة لحملات زعزعة الاستقرار التي تهدف إلى تقويض الحكم الديمقراطي. سمحت أجهزة الأمن لتظاهرات المناهضة لمرسي بالوجود في وزارة الثقافة قرابة شهر كامل بعد اعتراضهم. الملايين التي أعلنوا أنهم تظاهروا في 30 يونيو لا يمكن تصديقها. العالم البارز في ديناميكية الحشد كلارك ماكفيل قال إن قرابة 200,000 شخص انضموا إلى كبرى تظاهرة في ميدان التحرير في 30 يونيو، ومثل هذا الرقم حضر أمام قصر الاتحادية. جميل. كنا لسه بنتكلم عن حضرتك بتقولي حاجات مهمة في أساسيات تكوين الجبهة قبل ما نروح لإجابة سؤال النقطة اللي سببت كثيرا من القلق. أنا قلت أولا لابد من الخروج من السنيات في رأيي قاتلة للثورة المصرية وأهمها سنية العسكر والإخوان الإسلامي والليبرالي وعدم أدلجة الثورة. الأيديولوجيا هي في رأيي هي قاهرة الثورات وهزيمتها، ويبقى مدخل للقوى الاستبداد انه يدخل على طريق الايديولوجيا يقول لك لا تعالى بقى قسم لي التيارات دي ومزق الصف. لو نجحنا في هذين الامرين في رايي هننجح في خطوات تاليه مهمه في هذا الاتجاه. كمان ايضا لابد من القبول بتعدد المسارات. يعني انا ما اقدرش، انا مثلا بعتبر النظام ده غير شرعي. مش معنى ان هناك من يرى انه لا يمكن ان يقف معي في هذا الخندق وشايف ان ظروفه لا تتيح له الحركة الا من خلال هذه الاوضاع ان بعتبره خاين. لا مش خاين، راجل بتصور ان هو قدراته وامكانياته ورؤيته للمشهد لا يمكن اصلاح من خلال هذا الا من خلال هذه الاوضاع من الداخل بصورة او باخرى. فالقبول زي مثلا دكتور حسام بدراوي في الحزب الوطني قبل التصويت الاخير هو كان بيقول كده. لا بس مش معرفة انك ما تقصدش معنى كده. ففي مثلا مسار ثوري، في مسار احتجاجي، في مسار اصلاح، لكن الثلاثه ممكن اجمعهم في اطار مشروع جامع لهزيمه الاستبداد وانهاء الدكتاتوريه في مصر. لان انا اعرف ناس من داخل النظام يعني بيقول هو نظام فاسد بس انا ما اقدرش اقول الكلام اللي بتقولوه ده. انا ليه تصور تدريجي اقول له خليك بطريقتك كمل في مشروعك براحتك، ما اقولش انت خاين ارمي في حضن السيسي وخليه يواجهني بهذه الشخص. فالقبول بتعدد المسارات هذا من الامور المهمه من وجهه نظري الشخصيه. كمان ايضا لابد ان يكون هناك تصور لخطاب سياسي واعلامي رشيد يسمر ويقوي قوى الثورة ويضعف قوى الاستبداد في مصر. أنا أزعم أن احنا عندنا أخطاء في الخطاب الإعلامي والسياسي يستفيد منها النظام بقوة ويراها يعني مكاسب تتوالى على حجره من غير ما يبذل مجهود. فيها أي مجهود. من هذه الخطابات ويمكن دي الخطوة الثانية أن احنا لابد أن نوجه خطاب طمأنة لكل القوى الأخرى. مش معقول انا بقول انا ثوره وهنجح واول ما هنجح هشنق وهعدم وهقتل، واللي بيتكلم ده لو تيجي تحلل كلامه يبقى هيعدم ملايين. اصل هيعدم كل من فعل كذا وفعل كذا حطيه تحت من فعل كذا وفعل كذا كم مليون توصل لملايين، فال 20 30 مليون. اصل الحقيقه ان الازمه في مصر النهارده مش ازمه 3 4 مختلفين مع الشعب، لا ده نجح النظام ودولته العميقه انه يمزق المجتمع ويورط اطراف كثيره خاصه داخل المؤسسات في هذا الصراع. لما اقول بقى كل من فعل كذا هيتعرض للمقصله، طب ما اقول لك انا احتمي بالسيسي واحتمي بهذا النظام ويبقى هذا النظام على رقبتي وحتى خلاص يبقى انت هتخش معاه
في صراع، لو نجحت في إنشاء ثورة قوية يبقى في صراع من طرفين، صراع مفتوح ينتهي إما بإبادة أعداد كبيرة من الشعب المصري أو بإنهاك الدولة وإنهاء وجودها وتقسيمها وتمزيقها لا تقوم لها قائمة مرة أخرى. طمأنة المؤسسات و طمأنة عن حق مش كلام بس، طبعًا عشان بس الناس ما تقولش فكرتنا مش تفكيك المؤسسات، لا العمل على تحييد المؤسسات. أنا عايز المؤسسات دي محايدة ما يستخدمهاش أي حد يجي يستخدمها في مواجهة الشعب أو مواجهة قواها السياسية الحقيقة كما يحدث الآن. لا، هدفنا الرئيسي هو أن تكون هذه المؤسسات محايدة تعمل للصالح الوطني العام وليس للصالح فصيل أو قوة سياسية أو أخرى. فكرة الجيش خاين، ما برضي أحد العناصر يعني الأخطاء الكارثية يعني، واللي بيتكلم في الجيش خاين بيعتبر دي قضية عقيدة، واللي بيقولش الجيش خاين أو الجيش ملتزقة أو الجيش صليبي أو الجيش إسرائيلي يبقى مش فاهم حاجة. لا، ده بالعكس، ده انت بتدمر المجتمع وبتنهي امكانيه ان تقوم في مصر ثوره او ان يتم اصلاح اوضاع الاوضاع في مصر لو قلت بهذه القضيه، لانك بتخلي هو الجيش عباره عن ايه؟ لا يوجد بيت من بيوت مصر الا له لقب الجيش المصري، لا يوجد شارع من شوارع مصر الا فيه عامل في الشعب المصري سواء كان ضابط او جندي او لا يمكن. انت لما تقول كل دول خونه او كل دول هتعامل معاهم بشكل او باخر عنيف، خلاص طب انت بتساعد الشعب المصري كله بالتاكيد. يعني هذه الفكره لا هي واقعيه ولا هي سياسيه، لها واقعيه بمعنى ايه؟ بمعنى 70% من الجيش المصري جنود. هو جنود عباره عن ايه؟ جنود مجند مستخدم لمده محدده وبعدين فجاه بيبقى جنبي قاعد في البيت جنبي. طب بيبقى كان اسرائيلي او 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 او, أو جيش صليبي او جيش مرتزقه وهو في السنه اللي شغال فيها، وبعد ما جه على جنبي بقى حبيبي وابن عمي وخالي. لا بالتاكيد، لا ما بيتغيرش الامر باللحظه واخرى. فالحسابات دي طبعا ينبغي ان تغيب. وفي رايي تصوري ان فكره الجبهه واضح عند هذه القضيه بشكل كبير، عشان كده كلمه الكلام عن المؤسسات مختلف عن اطروحات اخرى وخطابات اخرى. وانا من هنا بناشد الخطابات، مش بعتبر الاطراف الاخرى يعني خاينه او لا، بعتبر ان هذا خطا يجب ان نصحح، يجب ان يتم البحث ودراسته مره اخرى، وتعالوا نجلس معا ننسى هذه القضيه. كيف يمكن ان تنصل سوا بتستعدي نص المجتمع ونص وغالب المؤسسات الدولة؟ لا يمكن تنجح بهذه الطريقة. القياس على ما جرى في 25 يناير وما بعدها، هذه أخطاء في إدارة الثورة وليس أخطاء المؤسسات. أخطاء في إدارة الثورة نحن أخطأنا فيها ولم نستكملها بالشكل المناسب، وبناء عليه عادت الأوضاع مرة أخرى ونجح الجنرال وأعوانه في أن يستفيدوا من الثغرات الكثيرة عندنا ويحشد كثير من الأطراف في مواجهة ثورة يناير، ومن خلال هذا الحشد قائم حتى هذه اللحظة. جميل. المهم الثانية التأكيد على قضايا العدالة الاجتماعية. يعني العدالة الاجتماعية دي قضية أساسية بالنسبة لمصر وشعب مصر، وتخيل أن مصر يمكن أن تخرج من الفقر والعوز الشديد من خلال السياسات المتوحشة الرأسمالية التي يحرص عليها النظام بقوة، هذا أمر خاطئ، ودي أحد أخطاء الحكم حتى في حكم الدكتور مرسي. التوجه نحو العدالة الاجتماعية لم يكن واضحا بشكل جيد. الشعب المصري شعر أن الحكم زيه زي حكم مبارك. ما هو الخطاب السياسي الداعي للعدالة الاجتماعية؟ مش مطلوب حتى يعني تحقيق إنجاز في مجال العدالة الاجتماعية، بقدر ما هو مطلوب الخطاب الموجه للشعب المصري أن لك حقوق في كذا ولك حقوق في كذا، وأن هناك قوانين يجب أن تصدر من قبل السلطة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق التي أصبحت مقيتة في مصر بشكل كبير. التصور البديل الوطني الذي سيحكم مصر يجب أن يكون واضحا من الآن ومتوافقا عليه بين القوى السياسية بما فيها مدنية الدولة. دي قضية أساسية يجب أن يتم أن يكون معروف. طب احنا هنغير ليه؟ طب ممكن نغير لي الوضع أسوأ من القائم. لا، هغير لك الوضع في كذا وكذا وكذا. وفي توافق بين كافة القوى السياسية، وفي إعلانات صادرة موقعة من كافة القوى السياسية، وفي ضمانات لتنفيذ هذه الإعلانات، بحيث يكون هناك تصور لبديل وطني يمكن أن يكون مقبولا لدى غالبية الشعب المصري وكافة القوى السياسية والحية، ويكون مطمئنا أيضا للكثير من القوى الدولية التي يقال لها الآن إن حكم الشعب المصري وحكم ثورة يناير يعني إعلان الحرب على العالم، وهذا غير صحيح. يعني التصور ده يتم ضخه بقوة من قبل
أدوات الدولة العميقة، أدوات النظام الحالي في الخارج، أن عودة يناير مرة أخرى معناها إعلان الحرب على العالم، ومن ثم لن تكون مصر مركز للاستقرار بس تكون مركز للقلقل. هذا تصور غير صحيح، يجب أن يتم إشاعة طمأنينة أيضا للعالم. حكم الشعوب هو المنقذ الرئيسي من عدم الاستقرار، وهو الأمان الأساسي في مكافحة الإرهاب. تصور مكافحة الإرهاب عن طريق الأدوات الحالية والقائمة تصور غير صحيح، وتصور ساذج إن لم يكن تصور تآمري يهدف إلى نشر الإرهاب والعنف والاستفادة منه بأنه بينقذ العالم من الإرهاب والعنف. الأمر الآخر المهم أن يكون هناك تصور أيضا للتطورات والتحولات الإقليمية والدولية. ما فيش ثورة بتعمل في فراغ، ما فيش حركة تغيير بتتحرك لوحدها، لازم تكون درس الواقع الإقليمي والدولي بشكل جيد. حياة سيئة أوي يا دكتور طارق. وبناء عليه أتصور أن الأوضاع الإقليمية والدولية من وجهة نظر رغم أنها تسير في اتجاهات كارثية إلا أنها تفتح مجالا لعودة الإرادة الشعبية بقوة. المخططات الحالية في الحقيقة التي تجري بالنسبة للمنطقة العربية بالذات واضح فيها مسار التقسيم وتمزيق المجتمعات والدول. هذا المسار في رأيي تصور المخططين له أنه هو عنصر أمان، إنما أنا من وجهة نظري هو سيكون عنصر خطر على النظام الدولي، وسيكون أيضا عنصر أمان من خلال أمر واحد بس، هو أنه سيمكن الإرادة الشعبية مرة أخرى لإقامة دول ذات طابع ديمقراطي تحقق الاستقرار في هذه المنطقة وتقيم علاقات ندية ومتكافئة مع النظام العالمي. في رأيي أن ما يجري الآن في قطر والصراع الذي يدار بشكل سواء سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي بيؤذن بميلاد مدرسة سياسية عربية في إدارة الصراعات. في الحقيقة أن قطر حازت على احترام الكثير من مراكز التفكير الدولي والكثير من الشعوب وخاصة الشعوب العربية في إدارتها للصراع بشكل حكيم وعاقل وسياسي واحترافي أيضا. هذه مدرسة في رأيي تولد الآن، وهذه المدرسة في رأيي ولدت من رحم الربيع العربي، الربيع العربي الذي فتق أذهان الكثير من المفكرين والساسة وأوجد التراك للشباب يتحرك. الاحتياج والمعاناة هم اللي بيولدوا اختراعات جديدة. بالضبط كده. على سبيل المثال مثلا تتهم الآن قطر بالإرهاب. أنا بعتبر أن أرشد السياسات العربية حتى الآن في مكافحة الإرهاب هي السياسة القطرية. حينما يتحدثون دائما، وأنا بتابع السياسة القطرية من خلال تصريحات لا تصدر منها، أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تنظر إلى أسبابه أولا. أنا ليا في رسالة الدكتوراه منذ 15 سنة تناولت فيها قضية أسباب العنف والإرهاب، ذكرت فيها 29 سبب، 27 سبب منهم تسأل عنها الحكومات ويسأل عنها النظام الدولي. لسه بقول أسباب الإرهاب إن العراق وسوريا وليبيا نتيجة. يا جماعة أنتوا بتبصوا أنت بتحسب ده، طب دول كانوا نتيجة لإيه؟ وقلت لهم إن العراق وسوريا خصوصا لما تيجي تقارنها بمصر عشان برضو الواحد يكون حقاني، إن الاستبداد في مصر حتى في 60 سنة لا يقارن باللي حصل في العراق وسوريا. بالظبط. كان أضعاف مضاعفة. بالظبط. فالنتيجة كمان كانت أضعاف مضاعفة. يعني ما هو كل فعل ليه رد فعل. صح. إحنا لنا تجربة طويلة في هذا المجال، وصلنا لنتائج وأنهينا حقبة وعملنا قطيعة تامة مع العمل العنيف والمسلح، لكن لنا دراسات فيها وافية. لما تتكلم قطر عن أن حل مشكلة الإرهاب ينبغي أن تكون من خلال حرية الشعوب واحترام مرات الشعوب، طب هل هذا كلام منطقي وطبيعي وضروري؟ تابع انت الربيع العربي وكيف انزوى الارهاب والتطرف والعنف في ظل زحمة حركة الشعوب وحضور الارادة الشعبية. هل شهدت مصر اي عملية عنف في ظل الربيع في ظل الثورة المصرية؟ لا. ماذا يحدث الان بعد وقت وحلم الشباب وقهر ارادة الشعب المصري؟ عاد العنف وعاد الإرهاب والمجال مفتوح أمامه. الثورات المضادة جعلتنا نعيش في العصر الذهبي للعنف والإرهاب. الذي يتصور أنه سيخضع العنف والإرهاب بهذه الطريقة واهم، أو أنه يخطط لزيادة مساحة العنف والإرهاب في المنطقة العربية. نحن نعيش في عصر الثورات المضادة الآن، في عصر العنف أو العصر الذهبي للعنف والإرهاب، وغير متصور أن تقضي عليه هذه السياسات الغاشمة
التي تقودها الثورات المضادة. الإرادة الشعبية هي الوحيدة الكفيلة باحتضان الشباب والشعوب، والكفيلة بطرح حلم المستقبل يندرج فيه الشباب ولا يفكر في أي شيء آخر غير بناء مجتمعه واستقراره وتقدمه ونهضته بعيدا عن كل أشكال التطرف والعنف. طيب يبقى بس كانت مهمة جدا بجد، بشكرك جدا على هذه الرؤية المستفيضة لعناصر رئيسية للي عايز يفهم الناس دي بتشتغل على ايه. مهم جدا النقطة زي ما قلت حضرتك بدأت اللي فتح الحوار ده هو دكتور مرسي، دي نقطة كانت يعني الخلاف شغال لحد وانا بكلمك دلوقتي بشكل كبير جدا جدا. ازاي وصلتوا لمعادلة مرضية؟ ما فيش حاجة طبعا للغالبية. أنا عايز أقول أولا أن حلم الاصطفاف الوطني أنا بالنسبة لي بعتبره حلم طويل المدى، وكنا نفكر فيه في حزب البناء والتنمية من قبل الانقلاب ومن قبل حتى حكم الدكتور مرسي. أنا أذكر قد تقدمت بمشروع باسم حزب البناء والتنمية للدكتور مرسي لكي نرشحه في الدورة الجولة الثانية للانتخابات، وهذا قبل فيرمونت. كان يشمل مشروع كامل لاصطفاف وطني يقوم عليه الرئيس المنتخب لفترة رئاسية واحدة، ويعلن هذا أنني سأترشح، دكتور مرسي يعلن سأترشح للانتخابات لفترة رئاسية واحدة في إطار مشروع كذا. وعرضت هذا المشروع على الدكتور مرسي باسم حزب البناء والتنمية، كان يقوم على فكرة الاصطفاف الواسع، لأن كان تصورنا أنه لن يتم استكمال هذه الثورة إلا بتحقيق عميق لهذا الاصطفاف الواسع بين كافة القوى السياسية المصري. ومما يصيب بالأسى الآن، وعايز أقول برضو قبل الأسى، أنا لو مت الآن سأكون سعيد بعد إعلان الجبهة الوطنية، لأن في رأيي أن هذا المشروع يمكن أن يبنى عليه آمال كثيرة في مصر في بناء قضية الاصطفاف الوطني. مما يصيب الأسى بقى الإنسان أن قضية الشرعية تكاد تكون من أكثر القضايا إثارة للجدل والخلاف الآن، وهي مبعث بالتأكيد فرح وسعادة للنظام القائم في هذه اللحظة، وبيعتبرها طبعا قضية من قضايا بقائه في هذه اللحظة. وجهة نظري في هذه المسألة، وجهة نظري الشخصية، أولا بالنسبة للجبهة، الجبهة هي أداة لإدارة الخلافات، بمعنى أن كل المختلفين يجب أن يكونوا داخل الجبهة مهما تنوعت أرأه. وعشان كده بقول دي رأيي الشخصي مش رأي الجبهة. أنا الدكتور مرسي فعلا هو أول رئيس مدني مصري منتخب، هذه قضية فيهاش جدال وفيهاش كده. لكن القضية هل استعادة الرئيس لمنصبه هي المدخل لإنقاذ مصر من هذه الكارثة؟ أنا رأيي لا، لأنها أصبحت قضية انقسام. طب أنا عشان أحرر مصر من هذه الكارثة التاريخية يبقى أدور على القضية المجمعة لأنقذ مصر من هذا الأمر. وأعجبني بعض قيادات الإخوان حينما قالوا إن قضية الرئيس إذا كانت قضية خلافية يبقى نستفتي عليها، برضو هذا مخرج، وهناك مخارج كثير في هذا الإطار. إنما تصوري أنه أول رئيس مدني منتخب هذا لا خلاف عليه، لكن هل هو الرئيس الذي يجب أن نحشد عليه الناس الآن لإنقاذ مصر من هذه الكارثة؟ لا، أصبح الرئيس الآن هو سبب، مش هو السبب، لا يعني بني عليه انقسام كبير في المجتمع وفي الساحه السياسيه. صحيح. الناس، بعض الناس هتسالك تقول لك طب والناس تفهم ازاي ان ده انقلاب لما هو الرئيس ده ما يرجع؟ يبقى ما كانش انقلاب بقى. مش دي اكيد سمعت الجمل دي؟ مش يعني مش بقول لك حاجه طبعًا غريب، يعني مظاهر الانقلاب كثيره، ويكفي ان انا بقول ان انا ثوره خارجه تصيح بنظام انقلب على كل صورة. يعني النظام لم ينقلب على الدكتور مرسي فقط، انقلب على كل مظاهر الشرعية، وأهمها هي الإرادة الشعبية. لما أكون بسعى أنا لاستعادة الإرادة الشعبية يبقى بسعى بتخليص مصر من هذا الانقلاب. فهذا التصور، وأيضا التصور الآخر اللي بيقول أن أنا عشان خاطر ألغي كل ما عمله، لا مش شرط، أنا بعمل ثورة بنقذ مصر من هذا النظام، بلغي كل قراراته باسم الثورة، كما كان يمكن أن ألغيها في 2011 وما لغيتهاش. فهذا الأمر في تبسيط كثير، يعني أنه لا يمكن إلغاء قرارات هذا النظام إلا بأن أعترف أنه الكلام، لا مش هذا الكلام غير صحيح حتى من ناحية القانونية. أنت وصلتوا أن يبقى تعود للشعب؟ يعني هذا رأيي، بعتبر رأي وجيه، ان كل القضايا الخلافية نعيدها للشعب، وإلا سنظل في هذا المزنق ويبقى النظام قائما لا يستطيع أحد أن يقترب منه. التفكير الآخر أنا رأيي بيشبه التفكير اللي هو
ما بيحسبش في عندنا في الفقه قضيه المصالح والمفاسد. يعني مثلا المفاسد مثلا انا عندي عندي المصالح. انا عندي معركه هيموت فيها 100,000 ولن يتحقق فيها نتيجه، وعندي معركه هيموت فيها 10 15 وساحقق النتيجه المبتغاه، طب اتحرك انا لتحقيق النتيجه ولا ابقى اموت في مكاني؟ يعني حاجات بديهية محسوبة في هذا الاتجاه. طالما أنا شايف أن في معركة بشعارات معينة وبعناوين معينة لن تحقق نتائج وستكون خسائرها أكبر بكثير مما وقع قبل ذلك دون توقع هذه النتائج، يبقى يجب إيقافها بأي حال من الأحوال. حتى أن البعض بيرى أن الواجبات أحيانا ممكن تبقى محرمة في لحظة معينة وفق نتائج معينة. فهذا الحالة في رأيي نحن يجب أن نغير خطتنا ورؤيتنا ونبني على المشترك الذي يجمع الجميع والذي يحقق التغيير. التغيير لن يتحقق إلا بالجميع، وبناء عليه يجب أن تكون الرايات والشعارات والأهداف هي التي تجمع الجميع وتحقق الأهداف. الخطوة التالية ضرورية للأولى، لأن ما أقدرش أقول للناس تعالوا معايا عشان هغير النظام وبعد كده مع السلامة كل واحد مكانه. لا، لازم اتفق على كل الخطوات، الخطوة التانية كذا والخطوة الثالثة كذا، حتى لا نقع فيما وقعنا فيه في 25 يناير. على برضو كده عشان بس تبقوا طلتوا كده بسادة دكتور طارق في بعض العناوين، مجلس النواب يوافق على موازنة 2017-2018 على أساس مجلس النواب رفض أي حاجة، البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ على أساس إن إحنا يعني الحقيقة كانوا مستنيين حالة الطوارئ لأنهم يعني بيلتزموا بالقانون حرفيا أو ده بيأثر عليهم. الأهم من البرلمان والدكتور يحيى الأزاز معلق على ده النهاردة، قالك مش عارف أقر ولا هو في سبيله لإقرار، أكدوا لي المعلومة دي يا جماعة، إنه أقر اللي مختفي 30 يوم يعتبر ميت. خدت بالك من القرار ده النهاردة اللي هو البرلمان المصري بيقر إن اللي مختفي 30 يوم يبقى ميت في قانون طلع يبدو إن كل المختفين قسريا. يعني هل ده للوهلة الأولى دكتور طارق يعني لمصلحة البلاد والعباد، بعيدا عن نظر ان ده نظام انقلابه ولا بتاعه، ولكنه انا شايفه قرار خطير جدا. طبعا للأسف احنا بنعاني من كارثة إنسانية في مصر كبيرة جدا، وهذا ايضا ما يستوجب ان احنا نتوحد يعني ونجمع للصفوف. ما يجري في مصر الآن على المستوى الإنساني خطير، ما يجري في المعتقلات والسجون أخطر. كرامة المواطن المصري النهاردة لم يعد لها أي ثمن، روحه وحياته كما في هذا التشريع الجديد أخطر مما يتخيل الإنسان. كرامة الإنسان المصري وحياته في مصر الآن أصبحت بأرخص الأسمان، وهذا يجب أن يجعلنا أن نقول أن في هناك ملفات ينبغي أن لا تكون محل خلاف ولا محل النزاع. الملف الإنساني والحقوقي في مصر من الملفات التي يجب أن نعمل عليها جميعا بغض النظر عن موقعي أو موقفي أو أيديولوجيتي أو سياساتي، وهذه يجب أن نستنهض فيها كل الهمم، وكرامة الشعب المصري وإرادته أيضا في هذا الأمر مستهدفة. ما يجري الآن في مصر هو عقاب للشعب المصري الذي انطفت في 25 يناير، ولهذا أنا لازلت ألوم على من يقول أن هذا الشعب يعني العيب في الشعب. لا، العيب ليس في الشعب، الشعب حتى الآن مستهدف لأنه خرج هذا الخروج المدوي في 25 يناير وفي 2011. الحاصل أننا لم نستثمر هذا الخروج بشكل جيد. الاستهداف للشعب المصري يتضح في كثير من الإجراءات الاستثنائية التي لا تطال الإسلاميين فقط أو السياسيين فقط، وإنما تشعر أن الرسالة موجهة للمجتمع كله، أن كل من سيرفع رأسه ستقطع، كل من سيرفع صوته سيذبح. هذا الخطاب موجه للشعب المصري في كل لحظة بكثير من الإجراءات بما فيها هذا الإجراء الذي يتضح فيه أن كرامة المصريين وحياتهم ليس لها ثمن في مصر الآن. البعض بيقول، لما حضرتك قلت أنا بحاول أتابع بعض الحاجات اللي بتيجي على البث المباشر، يقولك الدكتور طارق بيقول العديد من المسارات، هل ممكن يكون مسار من المسارات دي اللي بيتسأل عنه البعض هو الانتخابات الرئاسية دي مثلا، انك تدي شرعية بقى للنظام ده فتخش مع انتخابات اصلا محكوم عليها بالفشل ولا لا؟ يعني انا هدفي الاساسي في هذا ان اخفض حالة الاحتقان بين القوى السياسية الحية في مصر، بمعنى لو حد شايف الانتخابات دي مسار ما قلتش عليه خاين. يعني هذه رؤيته وهذه قناعته، ده أنا بالعكس الذكاء السياسي كمان مش الجبهوي ولا الثوري يقول دعه يكمل المسار
اللي انا مقتنع انه مسار مسدود الى ان يصطدم بالحائط واستناه، انما اعلن الحرب عليه من دلوقتي عشان هو يكمل مسار ده بالعند فيا، ولو فشل يقول لك هو ده المسار الصحيح وانا مكمل فيه والنظام ده هو النظام الشرعي. فهذه الامور تحتاج الى قدر من الهدوء والرويه في حسابات اكثر من مرحله. فاللي بيقول شايف ان الانتخابات الرئاسيه حل، قول والله كمل في هذا المسار، لن اشاركك في هذا المسار لكن انا اعتبرك خائنا، يعني لن اخونك. بالظبط، مش لازم كل الناس، يعني ودي عايزه برضه افق سياسي اوسع شويه، مش لازم كل الناس تقتنع برؤيتي وتقف معايا عشان تبقى امينه على مصلحه الوطن. انا ازعم ان الخلافات في مصر يعني الايديولوجيه والسياسيه اقل بكثير منها في مجتمعات اخرى، لكننا لم نحسن اداره هذه الخلافات حتى هذه اللحظه. انا في مصر العلماني ما بيقولش انا علماني، ما يقدرش يقول انا علماني، كله بيعتبر نفسه اسلامي او يعني او بيعتبر الاسلام دي مظلته العامه، اسلام السمح الجميل. يعني عايز اقول لك ان حجم التوافق الموجود في الساحه المصريه كبير جدا سياسيا وايديولوجيا، كبير جدا، لكن احنا بندور على شبرا مثال يا دكتور طارق، شبرا مثال. يعني في عمر شفت تعايش بهذا الشكل وتناغم من سهار بشكل كبير جدا؟ الاستقطاب السياسي ده مصنوع، جزء منه من النظام وادواته وجزء منه باخطائنا احنا في اداره هذا الخلاف، محاوله تعميق الطائفيه برضو النظام. النظام لما يحتضن الاخوات تحت بطنه كده بيورطهم في صراع مع المسلمين او الاسلاميين. فطبعا الامور دي كلها عايزه ذكاء ورؤية طويلة المدى، فإن المجتمع ده مجتمع واحد وأنه سيعود في لحظة أخرى مجتمع واحد وأنها دولات ودولة واحدة وأنه قادر على استيعاب كل هذه الخلافات، وأن أقل نسبة خلافات موجودة في العالم هي موجودة عندنا في مصر، لكن للأسف نحن لم نستثمر هذا التجانس في النسيج المجتمعي وفي القوى السياسية بشكل جيد في إطار مشروع استبداد الدكتاتورية. الاستبداد والدكتاتورية بيأكلوا على قفانا عيش بقالهم 60 سنة وأكثر من لو قلت آلاف السنين تبقى أنت صادق في هذا. والسبب في أن احنا مش قادرين نجمع نفسنا زي اللحظة التاريخية الحاسمة التي عبرت عن جينات الشعب المصري وليس مجرد تفكيره، اللي هي لحظة 25 يناير. هذه اللحظة ليست عابرة كما أرى، وهي ضاربة في جذور وفي عمق وتكوين الشخصية المصرية، ويمكن استعادتها واردة بقوة، لكن يبقى المظلة الجامعة والمشروع والخطة العملية التي تستنهض كافة القوة وكافة الطاقات لإنقاذ مصر من هذه الكارثة. البعض بيقول انكم لو افلتوا لقدر الله هذه اللحظة التمن ممكن يكون كبير قوي يا دكتور طارق، يعني هذا التجمع وهذه المرة لو لم تستطيعوا فعل شيء يعني هيكون شيء صعب. يعني صعب بالنسبه لنا ده كلام سليم للبلد. لا يعني قصدي بالنسبه للنخبه اللي تقود يعني هذا المشروع. لو لم تحرص وتدأب على نجاحه وتواصل الليل بالنهار بالتواصل مع كافه القوى هتكون النتيجه كارثيه بالنسبه لهذه المجموعه. انما اتصور ان هناك طاقات متجدده وقوى كثيره في مصر ستحمل هذه الرايه وستكون عنوانها برضه هي الصفاف الوطني. ليس هناك مشروع قابل لانقاذ مصر واعاده الحريه للشعب المصري واستكمال المشروع الديمقراطي وانهاء الاستبداد والديكتاتوريه سوى مشروع الصفاف الوطني. طبيعه الخلافات والتنوع والتعدد الموجود في مصر لن يستوعبه سوى هذا المشروع. لو لم تنجح هذه المجموعة ستنجح مشروع مجموعة أخرى، لو لم تنجح غيرها ستنجح غيرها، لو لم ينجحوا جميعا سيقوم الشعب المصري والصف هو وينقذ وينفذ هذا المشروع بنفسه. حقيقة دكتور طارق حضرتك لا نزكى الله أحدا والكلام ده لا يحمل أي قدر من المجاملة، يعني حضرتك كشخص وكحالة كحزب البناء والتنمية تثيرون إعجاب الكثيرين. الله يبارك فيك. يعني هذا الانتقال يعني الرهيب من أقصى اليسار إلى أقصى العقل حقيقة، يعني هذا الكلام أي حد يعرف حضرتك ويعرف جماعة البناء والتنمية، لا يعني هذا الكلام مش عناوين ولا بيتقال، هذا القدرة على استيعاب الآخرين وإن الكل من جانب يعني انتقال قوي جدا. إزاي قدرتوا تعملوا المعادلة دي؟ والله أنا من أقصى اليسار لأقصى اليمين، ده اللي يتقال عليك كده. أقول لك سر، أنا نفسي ببقى مبهور من طرح القيادات بتوع الحزب، هذه حقيقة والله. أنا ببقى مبهور، يعني مثلا لما طرح مثلا مشروع التنازل عن مقاعد الحزب في الجمعية التأسيسية لصالح القوى المدنية، هذه لحظة فارقة من لحظات حقيقة. أنا طبعا رغم أنها إيه، إنما أنا ذهلت قلت إيه ده معقول، ده إحنا اللي بنطرح هذا؟
يعني في اطار رؤيه كامله للموقف وتنطوي بيهدد لو ما تمش التوافق الان بين القوى الجالسه هيتم حل التاسيه. وكان هو قبلها اصدر اعلان دستوري ان هو هيعين، هو تقريبا مين اللي هيعينه فيها. فاطول لا نضحي بنفسنا بسبب هذه التاسيسيه تحقق نسبه توازن 50 50 بين القوى الاستابيه والقوى، بحيث ساعتها المطروح كان فيها 10 اسامي قلنا احنا متنازلين عن اختياراتنا، تختار القوى السياسيه الاخرى من تراه من هذه العشر اسماء ليمثلونهم في هذه المجموعه، بحيث يبقى القوى 50 50 في هذه المجموعه. اللي في رايي ان المحنه اللي تعرضت لها الجماعه الاسلاميه وقيادات حزب بناء والتنميه على مدى السنوات الطويله اكسبتها خبره بتخطيطات الدوله العميقه، وكان في تحسب لعودتها منذ اليوم منذ نجاح الثوره، وبناء عليه كان كل آراءنا وافكارنا في اطار كيف نقل نتجنب هذا من عودتهم مره اخرى. احنا فاهمين تكتيكاتهم وخططهم، خبره طويله 30 سنه عايشين في دهاليز الدوله العميقه. فالتصور الرئيسي عندنا المبدئي ان احنا نسعى لايجاد اكبر لحمه ممكنه من القوى السياسيه والقوى الشعبيه. وفي هذا الاطار لو جت عليا مش مشكله، ده انا مش خسران حاجه. انا اما اخسر نفسي او حزبي او يباد حزبي بالكامل في سبيل ان تبقى الجماعه الوطنيه ويبقى المجتمع، ده مكسب ليا. ما انا كنت مباد قبل كده في السجون، انا خارج من السجون بهذه الثوره. هذه الثوره لولاها لظل حزب بناء والتنميه، قيادته كانت لسه في السجون، واللي خرج منه كان تحت الرقابه اللصيقه قيادات الرئيسيه منه، كان مجرد يحضر ندوه في اي مكان من الاماكن على طول يتحط تحت القمه الجبريه ممنوع. فهذا التفكير اللي كان قائم في مصر في استمرار التعامل بقسوه مع هذا التيار الى ابد الابدين. فلما جت الثوره اعتبرناها رحمه للجميع ورحمه للمجتمع، ففي سبيل هذا الامر قلنا نشارك في هذا الامر. ولو تتابع انا مسؤول حتى الان من قرارات الجمعيه العموميه للجماعه الاسلاميه في شهر مايو 2011. ما قالوش عايزين نرشح مرشح اسلامي، راجع نص القرار بتاع الجمعيه العموميه ان احنا نقدم المرشح الذي القادر على استكمال صوته هناك. دي احد القرارات الرئيسيه التي صدرت في اول جمعيه عموميه للجماعه الاسلاميه بعد خروجها من السجن في مايو 2011. كانت سابقه لكثير من الاطروحات يعني لو قلنا اسلامي ولا ليبرال، لا، الرئيس الذي يمكن ان يكمل صوته 25 سنقف معه. وحطينا معايير ومحددات وتحركنا وبناء عليه راينا عبد المنعم فتوح في الجوله الاولى، وقفنا مع عبد المنعم فتوح بقوة في الجولة الأولى. في الجولة الثانية دعينا الجميع للوقوف مع الدكتور مرسي في مواجهة الدولة العميقة، واشترطنا على الدكتور مرسي شروطا كثيرة، يعني من ضمنها كان التوافق الوطني وبناء مشروع لإدارة مرحلة رئاسية وحيدة يديرها الرئيس بالتوافق مع كافة القوة لإقامة نظام ديمقراطي ينهي حكم الدولة العميقة. طيب عايز برضه اقول لكم محامون بيتقدموا ببلاغ للنائب العام في واقعة احتجاز طارق حسين المحامي. القضاء الاداري تحيل دعوى وقف تنفيذ تصديق السيسي على تعيين الحدود للمفوضين. ابراهيم العزب المحامي مدعوما من اعضاء حزب الدستور اقام الدعوى بصفه مستعجله. تاجيل قضيه فض اعتصام رابعه لجلسه 5 اغسطس واغلاق سبيل ثلاث متهمين لسوء الحالة الصحية. اعتصام موظفي النيابة الإدارية ده جبته لكم في الدهاليز. بعد أحكام كرداسة حقوقيون أحكام الأعدام مسيسة وهدفها الانتقام. أحد أحكام الإعدام اللي قاعدة تتساقط أو تنزل على دماغنا أحكام وراء أحكام، مش كمان دافع ان احنا نصرح حركتنا انقاذا لهذه الارواح التي نزعم انها بريئه؟ وده يؤكد برضو نظريتي ان الشعب المصري لا يزال النظام مرعوب منه، وان هذه رسائل للشعب المصري اكثر ما هي رسائل للقوى الاسلاميه او القوى السياسيه، ان هذا الشعب يعاقب حتى هذه اللحظه على انه رفع راسه في 25 يناير وقال لمبارك ولنظامه ارحل. هذه الاحكام احكام هستيريه، ده احنا بقالنا عده سنوات ضربنا ارقاما قياسيه في احكام الاعدام في العالم كله، يعني لم يحدث في العالم كله في العصر الحديث ان صدرت مثل هذه الاحكام. النظام مش فاهم ان هو بيدمر سمعته، لا فاهم طبعا، لكن بيحمي نفسه في اطار انه بيرسل رساله تخويف ورعب للمجتمع كله. وهذا في رايي مؤشر، رغم انه مؤشر سيء على ان هؤلاء الأبطال يخاطبون بهذه الطريقة، إلا أنه مؤشر إيجابي أنني أرى فيه أن الشعب المصري شعب لازال شعب مهابا، وأن النظام يخشاه بكل قوة ويوجه إليه الرسائل يوميا اركع اركع اركع.
حقوقيون يروا أن أحكام الإعدامات مسيسة وهدفها الانتقام. في ظل استمرار موجة أحكام الإعدامات، 20 مصريا حكم عليهم بالإعدام في قضية كرداسة انضموا إلى قافلة منتظري الموت شنقا. وفضا لحكم الإعدام الجائر، أدانت عدة منظمات أحكام الإعدام الأخيرة، منها مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز عدالة للحقوق والحريات. العد التنازلي بدأ لتنفيذ عمليات إعدام بناء على محاكمات غير عادلة، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر بحق المتهمين. شددت المنظمات على أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندا لإنهاء الحق في الحياة. دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة بحق من حكم عليهم في محاكمات وصفتها المنظمة بأنها غير عادلة. الوقت ينفذ لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت. التعديلات القانونية التي تعرقل الاستئناف أمام المحاكمة والتي أقرها السيسي مؤخرا يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد. منظمة Human Rights Watch دعت السلطات في مصر إلى تعليق عقوبة الإعدام، محذرة من أن 8 أشخاص يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية. ربنا يسلم الجميع يا رب، ربنا يسلم الجميع ويهون الليالي على أهليهم ويجعل هذه الأخبار تنزل عليهم بردا وسلاما ولا يحق إلا الحق. أبو مازن صفوت بيقول إيه؟ من أفكار خارج الصندوق إطفاء أنوار البيوت في وقت واحد وإصدار صوت واحد ولو بغطيان الحلل. على فكرة الفكرة دي ما خدتنيش الذاكرة، اتعملت في السودان لما طلعوا فوق الأسطح في توقيت من توقيت وقعدوا يضربوا الحلل، وليكن العاشرة مساء. أرجو أن تتم أو تهتم التجمع على شيء واحد يشجع الناس. فوق أفكار أبو مازن لسه قلت الناس فكرة برضو بعتها شاب ليا امبارح وقال لي تعالى نتفق على توقيت نطير في بالين نقول الخاين اللي باع أرضه خاين يسقط حكم العسكر، محدش يقدر يمسكنا على إن دي. هذه الأفكار حقيقة اللي ملهاش تمن، يعني ما فيهاش ضريبة وتقدر تعملها بأمان شبه كامل. ليه ما بنقدرش ندعمها ونشتغل وراها يا دكتور؟ والله نحن بحاجة إلى ماكينة لإنتاج مثل هذه الأفكار. هذه الأفكار طبعا في ظل القسوة الأمنية والجبروت والسيطرة الكبيرة دي يجب أن تنتشر مثل هذه الأفكار، غير مكلفة وفي نفس الوقت منهكة ومرهقة للنظام في المتابعة والرصد. وأنا أتصور أن الشباب المصري قادر على إنجاز مئات الأفكار من هذه غير المكلفة والقادرة. الشباب 25 يناير 2011، وأنا من مبهورين بهذا الشباب الذي أطلق هذه الثورة، تجاوز الأطر التقليدية للجيل بتاعنا الجيل السابق وفرض خريطة وطريقة لدارة الصناعة عبر السوشيال ميديا وغيره من الآليات، استطاعت أن تكسر حاجز الخوف وأن تحرك الشارع المصري. وفجأة الشعب المصري كله في الشارع. بعدين العالم بيهتم بالحاجات غير التقليدية. ممكن يتجاهل مشاهد زي ده دكتور طارق لما تكرر مرتين ثلاثة، يعني هتخلي كل الميديا عجبه ولا مش عجبه يلتفت لهذه اللقطة. ما يقدرش يتجاهلها. الأفكار في هذا المجال كثيرة جدا، والضابط الرئيسي لها أنها غير مكلفة وأنها تحقق قدر كبير من الإنجاز. يعني أنا عايز أقول أن في صورة من صور إدارة الصراعات بتبقى بشكل غير مكلف وفي نفس الوقت بحقق بها النتيجة. مش لازم أقف وسط قدام الدبابة عشان حقق نتيجة، طب ممكن في وسائل أخرى أرهق من يحمل هذه الدبابة أو من يقود هذه الدبابة وبعيدا عن الدبابة وترفع الروح المعنوية، مش لازم أموت يعني عشان أحقق نتيجة. يعني ده اللي هو المقصود. يعني غيرنا في إطار إدارة الصراع بشكل عام أنها بترفع المعنويات بشكل كبير وبتواجه رسالة للعالم كله أن هناك لا زال شعبا حيا يرفض هذه الأوضاع. النظام بيحاول يصدر للعالم كله ان الشعب راضي. يعني امبارح في المجر بيقول له انا بشكر الشعب. طب وراح يقول في المجر الكلام ده ليه؟ هو عايز يقول للناس يا اخوانا الشعب ساكت، الشعب خلص، الشعب انتهى. هل حكايه على ذكر المجر، انت عارف عشان يعني كميه المواضيع وما تمش اللقاء بينا على الهواء يعني مباشره، كنا دايما نتقع عبر سكايب او عن طريق التليفون، في كميه مواضيع كتير. المجر امبارح لما مش عارف ايه راي حضرتك يا دكتور طارق لما للمره اللي هو اشقائنا في الشعب المصري
قال كده الجملة تحديدا امبارح. يعني 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 هل دي ممكن تكون زلات لسان فعلا استخدام دايما بتاع، ولا مقصود بيها البعض برضو في طرح يقول لك هو بيرمي الكلام ده عشان يلفت الانظار، واخد استراتيجية ان هو يروح لحتت الحاجات الشاذة فالناس تلتفت لحاجات تهري فيها بعيدا عن الحقيقة، ولا ايه؟ لا هو في جزء موجود عند عبد الفتاح السيسي قريب من مبارك. مبارك برضو كان يخرج بره الورقة كان بتبقى كارثة. السيسي برضو والسيسي بيخرج بره الورقة كتير يعني، فخروج السيسي بره الورقة كتير معرضه لكثير من هذه الأخطاء. أخطاء السيسي في هذا المجال خطيرة جدا. أنا أتصور لكثير من المستشارين نصحون ما يخرجش بره الورقة، إنما هو مزاجه في الخروج بره الورقة. وهذا مكسب في رأيي لدعاة التغيير في مصر، إن خروج هذا الرجل عن المرسوم له والمخطط له سيقاوم في كثير من الأخطاء يجب أن تستثمر. وفي رأيي الحركات الحية والشعوب اليقظة مثل الشعب المصري تستفيد كثيرا من هذه الأخطاء. احنا بنسمي هذه النظم ان ده نظام يتكل على قفاء عيش يوميا، أخطأه تديك مادة، تديك زخم، تديك قوة وحضور في الشارع. فأخطاء السيسي هذه مش يعني فكرة الشعب المصري الشقيق او اشقاء المصريين دي مش خطا. وبيقول لي محمد كمال دلوقتي بيقول لي طنطاوي قال في 2011 قال لك احنا تبرعنا للشعب المصري ب ما اعرفش كام يعني اتنين رقم كده. اه مثلا لا بس هي انا في رايي ان السيسي في جزء منه زي مبارك ان هو في الارتجال لازم يقع في هذه الاخطاء بشكل كبير. عايز اقول لك راجل دخل هو اعدادي دخل الكتيبه يعني تخرج وعنده 15 سنه داخل كتيبة عسكري. المصطلحات والمترادفات عنده لحد ما وصل للاتحاديه في اطار معين. لما تيجي تخرجه منه وتقول تعالى اتكلم بقى في السياسه لازم. طب هل المترادفات دي المنديل بتاع الكم؟ بجد والله بجد والله يا دكتور مش دعابه يعني، هل دي ممكن تكون مترادفات؟ الموضوع ده فعلا بشكل جزء انت تفكير يعني. انا بدات ابحث زمايلي عن طريق زمايلي طبعا اللي ليهم فضل كبير بعد الله عز وجل في هذا البرنامج، اللي هو يا جماعه دوروا لي في حته انهي ثقافه اللي في الدنيا ماشيه. مهم دي ما اتولدتش هباء، في خط ثقافي معين جاب ده. هل ده ملوش دعوه بالكتيبه؟ حقيقة بجد كل عائلاتنا مجندين ما عملوش الحركة دي، ما لاش دعوة بالكتايب. والله ما اقدرش اعلق انا على خليه بعيد عنا. طب خلينا حابب وبختم مع حضرتك رسالة بقى للناس والشعب واللي عايزين ينضموا. تاني حط لهم اللينك يا جماعة، الناس بتسأل على اللينك الانضمام اللي يقدروا يسجلوا فيه اساميهم، حط لهم على الشاشة تكرما بالله عليكم. لو حابب توجه رسالة للناس كلها في مصر المنكوبة. المنكوبة دي مش مجازا حقيقة، المنكوبة شعبيا وجماهيريا وأرضا يعني على كل الأصعدة. يعني أنا أقول الشعب المصري كله صبرا أهل مصر، يعني البلاء على مصر كلها يعني، فإن الثورة لم تمت. وهذه قناعة عندي ويقين، وكتبتها كثير في كثير من مقالاتي وكثير على صفحتي دايما، بذكر الثورة لم تمت ولم تمت. محمد صلاح بيقول لك يا جماعة حل بسرعة الناس بتموت، والله رسائل بتيجي دلوقتي. هتفضل. نعم، وانا رايي ان اهم امل في هذه اللحظه هو امل الدعوه التي بدات تاخذ زخما كبيرا للصفاف الوطني وللجبهه الوطنيه. هذه الدعوه عنصر مهم جدا من عناصر الدفع قدما نحو التغيير في مصر واصلاح الاوضاع بشكل كبير. انا يعني انا مستحي ان انا لاني مشارك في تاسيس الجبهه ان انا ادعو هذه الدعوه، انما لو دعا اليها غيري لانضممت اليها في اللحظه الاولى. انا الدعوه بتاعت السفير معصوم مرزوق منذ ايام اول ما قراتها يعني لمست قلبي بقوه واستقرت في عقلي بكل نصوصها وجملها ومفرداتها، لكن خشيت ان اؤيدها حتى يضار بها هذا الرجل او يقال له بايدوك الاخوان او ما شابه ذلك. لا ده انتوا ايه يعني. فانا لكن هذا التفكير الجمعي، التفكير الواسع الذي لا يستبعد احد ولا يقصي احد، يدعو كل التنظيمات وكل الفصائل وكل المنظمات وكل التيارات مهما اختلفت الاجندات واختلفت الرؤى. يعني هناك في رؤى كثيره جدا ومشاريع، وكل بالتاكيد كل تنظيم او كل منظمه او كل هيئه لها تصور ورؤيه. المشترك بين هؤلاء جميعا يكفي لتغيير هذه الأوضاع 10 مرات مش مرة واحدة، لكن نحدد نجلس معا نحدد هذا المشترك في إطار في رأيي المظلة الموجودة التي يمكن أن تسع ذلك هي الجبهة الوطنية.
في إطار، لأنها كما أعلم وكما يعلم كل زملائي أنها آلية لإدارة الخلاف وليس لقمع المختلفين. كل الخلاف يأتي لهذه المنضدة وهذه المائدة ويتم الحوار حول سبل إنقاذ مصر. صحيح في تصورات موجودة عند الكثير، لكن هذه التصورات لم تفرض على أحد. نجلس ونتناقش في التعامل مع هذه الحالة وتصور مستقبل مصر بعد إخراجها من هذه الحالة. هاتان الخطتان ضروريتان لإنقاذ مصر ولتجميعها الآن في مظلة واحدة. الأمرين يجب أن يكون فيهما خطابا صريحا للشعب المصري أن الثورة لم تمت وأن إمكانية تحرير مصر من الاستبداد والديكتاتورية واردة بقوة وأن المصالحة المجتمعية ضرورة وأننا لسنا دعاة إقصاء ولسنا دعاة قتل ولسنا دعاة إبادة للمؤسسات بل دعاة لتحييد المؤسسات لتقوم بدورها الرئيسي. لا نهدد أحد ولا نتوعد أحد من الأهم بل نقول تعالوا جميعا بكل حتى بكل جرائمكم. يعني انا الان لا يمكن ان احكم على قاتل بانه قاتل، طب انا في طرف المناوئ لو حكمت عليه يبقى انا خصمه.